السلام عليكم، معكم كلثوم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندوزو البانسو شارجين، يعني نزيد نكمل معكم يعني شي دروس فيه. وهنا كما كتشوفوا هادو اللي كنت سبقت وريتهم لكم، وهادو تا هما هادو. ودابا ان شاء الله غادي نزيدو نكملو ثاني شي حويجات اخرين ثاني فيه بحال هكا. بالنسبه لهنايا انا عندي هنايا اكريليك، خديت انا خديت المهم اي واحد عنده شي اكريليك ماشي مشكله. انا خديت هادي وخديت هادي جوج الوان، خديت هادي في الابيض يعني بيض او لا، المهم جوج الوان، واحد يكون فاتح واحد مغلق. المهم هما خويتهم هنايا. طبيعه الحال هنا عندي البانسو، دابا غادي ندوزو للطريقه نوريكم كيفاش. هنا كما سبقت وريتكم انا كناخذ النص هكا في لون وكناخذ النص في لون الاخر. فاش كنبغيو نديرو اول مره يعني كنبقاو نشارجيو شويه البانسو بهذا الشكل هكا، نبقاو نديو ونجيبو نديو ونجيبو بحال هكا، يعني باش يتشارج لينا شويه البانسو مزيان، حيت الا ما عمرش ما تيبغيش هذا ياخذ لنا الصباغه مزيان. فاش ملي كنبغيو نصبغو كيجينا شويه بحال ناشف، دائما اللون مع اللون. دابا هنا غادي ندوز نوريكم الوريقات اللي تيكونوا، لان الوريقات راه فيهم شحال من شكل. دابا ندوز لكم شكل واحد ديال الوريقات اللي هو هذا. حنا اسوا كنخدموهم هكا جنب اولا كنخدموهم هكا بالطول. دائما البانسو كنحطوه بحال ما كاين، يعني كنجي شويه نواقف. دائما فيما نكملو شي وحده نعاودو نهزو ثاني الصباغه. راه نخلط الالوان باش تشوفو هنايا الفرق ما بين هادي وهادي. كنتمنى انه يكون واضح، يعني راه كنخدم غير بشويه باش تقدروا تفهموه. هنا دابا غادي نخدم العكس، يعني غادي نخدمها كامله، غنخدم في الاول بحالها ومن بعد نقلب الباسو. هذا اللي كان البيض اللي كان الفوق غادي نعاود نرجعه لتحت بحال ما هكا الشكل هكا، ونبقى نخلي البانسو ديما في هاد النقطة ديال الوسط. كما قلت لكم دائما البانسو نقلبو، يعني ما نخليش ما نبقاش نمشيش بحال هكا، يعني نقلبو باش هاد البيض يعاود يرجع عندي ثاني لتحت. وفيناش كنجي؟ كنجي دائما هنا للوسط بحال هكا، كناخد هاد الوسط هذا
تقريبا راه من الوسط، راه ما كيتحركش فيه بزاف البانسو، مش كيجينا مزيان. لكن ما كتشوفوا هو كيفاش جا، هادي بهاد الشكل هكا. غادي نوريكم شكل اخر تاني، يعني النص ديالها ما غيكونش بحال هادي، غيكون بشكل اخر. غادي نجي نحط البانسو نفتحه واحد شويه، وهنا العود فاش نمشي بها مايله غادي نمشي بها هكا واقفه. ملي غنمشي بها واقفه غادي نهبط البانسو بحال ما هكا بهاد الشكل، يعني غنعوج شويه ايديا غنمشي بحال ما هاد الشكل، يعني بلا ما نحتاج انا مثلا نعوج الورقه او لا، هذا غنمشي بحال ما هكا. شكا طالعه الفوق وهنايا العوض فاش غادي نطلع من هنا غادي نهبط من هنا، غادي نجي غادي ندير بحال ما هكا. البانسو شويه بقى خاوي وهنايا دابا باش زوين هذا، يعني ممكن نعاودو فوق منها ما عندنا ما نخافو، يعني ما نخافوش منه واخا يكون فوق الثوب. مثلا غادي نعاود فوق منها دابا باش تشوفوا كيفاش داير. المهم كنتمنى انا هاد يعني كيكون هاد الشرح يعني يكون شويه هكا مفهوم، وانا نخدم هكا قدامكم يعني بشويه باش تقدروا تفهموا مزيان. نعاودو ثاني وحده بحال هادي، ها كيما سمعت كيما كتشوفوا البانسو هو كيفاش داير. كنحاول نقلب هاد الوراق، هاد الوراق كنشكلهم كيف ما بغينا، يعني نقدروا نخرجوا منهم شحال من حاجه وشحال من شكل، ماشي بالضروره هاد سميتو غير هكا. هادي راه ميلت واحد شويه حيت انا كان يعني كنخدموا هكا بميلين، اولا مثلا هكا في يجوا هكا مقادين معانا، اولا على اليمين، او نقدروا نخدموهم على اليسار، يعني نقدروا نعوجهم كيف ما بغينا، نقدروا نعوجهم.
هذه كبرت لها واحد شويه هنا، يعني بحال يجي واحد جهه شويه كبيره واحد شويه شويه صغيره باش ما تجيش شويه مقاده. وهنا دائما ملي نشوف البانسو عمر ضروري نمسحو بحال ما كنمسحو. انا هنا راه خديت شويه اللون غير باش نزيد شويه هنا، حيت هنا راه نقدروا نشكلوا فيه حتى شويه ديال هكا الا بغا نزيدوا شويه مثلا هكا في الفوق ولا هذا، نقدروا نديروا بحال الشكل كما درت انا هنا، بس واحد شويه اللون هنا خديته وانا خديته بالحق من الاول يعني بالبانسو هكا باش يجي شويه من هنا من الاول ما يجيش كله غير ابيض حتى من الفوق. هادو غنكبرهم واحد شويه كتجي تقريبا بحال شكل ما هي ورده، ما هي تقريبا واقع يعني بحال ورده داخله فوق هكا الوريده صغيره داخله فيها وريقه. لكن ما كتشوفوها هو، فكنتمنى انه يعجبكم. لكن ما كتشوفوها هو دابا كنتمنى لكم تجربوه وتخدموه وتعاودوا الدروس من الاولى كما كنت حاطاهم. وسميتو هذا ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وبلي لايك ديالكم. وكنشكر جميع الاخوان الاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنقول لكم السلام عليكم وكنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع.